يقول السائل: شيخنا، هل الجرح مقدم على التعديل عموما أم الجرح المفسر مقدم على التعديل؟ لا، الجرح المفسر هو الذي يقدم على التعديل، أما الجرح مع الإبهام أو قد يكون يعني قد يفسر ويتبين أنه يقدم التعديل عليه، كان يكون يعني في أمر هين أو أمر يعني لا عبرة به أو لا يعني لا يؤثر على الراوي، فمثل ذلك يقدم عليه التعديل. لكن إذا كان مفسرا والجرح يعني فيه ذلك واضحا فإن الجرح مقدم على التعديل.